رفاعي وزير الطاقة والتعدين أشار إلى أن العائد من تصدير الذهب تقريبا 5 مليارات دولار، ويبدو أن هذا هو رقم يعني مبشر، كيف تعلقون؟ أول حاجة طبعا فعلا هذا الرقم رقم محفز، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الرقم يعني رقم محفز لدرجة كبيرة، وصحيح بدي مؤشرات أو مؤشر مباشر لمسألة الالتفات لقطاع التعدين باعتباره هو من القطاعات الحقيقية اللي بترفد الموازنة العامة وتدخل بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية من أوسع أبوابها وكده. ولكن طبعا بناس كتار حيسألوا إنه الرقم ده يتبنى على أي أساس يعني، لكن نحن طبعا بنقول إنه الرقم ده السيد الوزير ما طلعه إلا من خلال قراءات وإحصاءات دقيقة، لأنه مجرد ما أنت تطلع هذا الرقم عبر الفضائيات وعبر الرأي العام كثير بتحسب كبيرة. إحنا كنا بنتكلم أخي الدكتور ياسر، فأنت لما تقول هذا الرقم ده بالمناسبة يعني عنده حاجات كثيرة يعني تبعات وكده، ولكن أنا شخصيا بستخدمه كمحفز، أنا بأخذه كمحفز بالنسبة لي تجاه هذا القطاع. وطالما هذا القطاع بهذه الأهمية أنا أفتكر حقه الناس بتهتم به اهتمام كبير جدا جدا. والحقيقة نحن برضو في مسألة الذهب ده بالذات يا أخي الكريم، نحن دائما عندنا مشكلة، أنا قاعد أقول في قبل شوية الأخ الدكتور ياسر كلام عن مسألة المفاهيم، في مشكلة يعني بقول لك دائما تفكيك المفاهيم هو أقرب الطرق لبلوغ المضامين، فنحن لو قدرنا فككنا المفاهيم في كل المجالات نستطيع أننا نقصر الطرق عشان نصل للأهداف المباشرة. يعني مثلا لو نحن عندنا مثلا فكر اقتصادي عميق، يعني قبل شوية الأخ الدكتور أتكلم عن فزلكة تاريخية حول وجود الذهب والتعدين في السودان من عصور قديمة. نعم. فلماذا نحن لا نشغل العمق الاقتصادي بتاعنا أو الفكر الاقتصادي بتاعنا عشان نستفيد؟ يعني في ذكر في الوقت اللي الناس كان بيتكلم عن البترول وبيتكلم عن الزراعة وبيتكلم ليه مثلا لو لاحظها القطاع بتاع التعدين ده كان خامل، ما يعني بالذات في المنظومة الاقتصادية كان ما مهمل، ما كان مهمل بدرجة كبيرة جدا جدا. فلذلك دي واحدة من التحديات بتاعتنا احنا الكبيرة اللي كان نعاني منها، ان احنا يعني دائما فكر الشيء الفكر الاقتصادي هو بيعمل بحث عميق في توسيع المجالات الاقتصادية اللي احنا محتاج انه يعني نحركها بشكل حقيقي. فلذلك انا افتكر جاء في وقت من الاوقات المسألة بتاعت التعدين، ولما ظهر التعدين ده يعني صراحة بدأ بالتعدين الاهلي، بالتعدين الأهلي، في حين أنه يعني أنا المفروض التعدين بمفهومه الرسمي المفروض يسبق التعدين الأهلي، لأنه بيدخل في الفكر الاقتصادي في التخطيط الاقتصادي. لو البلد فيها فكر اقتصادي وفيها تخطيط اقتصادي مفترض أنه التعدين الرسمي يتقدم التعدين الأهلي، لكنه لاحظت الآن من ناحية عملية الربط الآن اللي يتكلم عنه السيد الوزير فيه مساهمة واسعة جدا جدا بالنسبة للتعدين الأهلي. يبقى السؤال عندنا نحن في الاقتصاد اللي بيطرح نفسه في السودان، لماذا يتقدم التعدين الأهلي على التعدين الرسمي حتى في اكتشاف قيمة الذهب نفسه؟ فأنا أفتكر في إشكالية في الجزئية دي، لكن نقول الآن فعلا من ناحية عملية التعدين الأهلي هو اللي اكتشف الذهب، هو اللي اكتشف قيمة الذهب، هو اللي حفز الدولة إنها تتحرك تجي أول حاجة تتعامل مع التعدين الأهلي، وبعد شوية تفك التعدين الأهلي هو وقع محفز لشركات الامتياز ولشركات الاستخلاص. أنت عارف التعدين الأهلي هو الذي قاد شركات الامتياز وشركات الاستخلاص للاهتمام بقطاع التعدين. طيبة لحياة طيبة.